I'm Steve Jobs. صدقوا أو لا تصدقوا، ستيف جوبز لم يخترع شيئاً، لم يكن مهندساً ولا بارعاً بالكمبيوتر ولا عالماً، ولكن من دونه لما كان أحد رأى الماكنتوش ولا الآي ماك، ما كان أحد ليصغي إلى الموسيقى على جهاز الآيبود أو يستعمل الآيفون أو الآيباد. جوبز لم يصمم منتجاته، لكن قبل أي أحد آخر فهم أنها ستغير حياتنا. Coolest thing about iPod is that whole your entire music library fits in your pocket. A phone and an internet communicator. This is one device, and we are calling it iPhone. And here we are, right at the New York Times. You can see how fast it is. عرض كل منتج كنظرة للمستقبل وجعل كل شيء يبدو ممتعا جدا. كان صاحب رؤية ومديراً ذا شخصية جذابة جداً، كان يتمتع بمهارات تواصل ممتازة، لكنه كان أيضاً مستبداً لا يرحم ومصاباً بجنون العظمة. كان ستيف جوبز يرى نفسه واحداً من عظماء قادة العالم الثقافي أو السياسي في عصرنا هذا. هناك عدد قليل من الأشخاص المميزين في العالم، أمثال شكسبير ونيوتن، كان هو يعتبر نفسه منهم، هذا من خلال حديثه، أما الجميع فبلا قيمة ولا يعنون شيئاً. كيف إذن تمكن هذا الرجل الذي علم نفسه بنفسه من بناء شركة من أكبر شركات عصره؟ إن حياة ستيف جوبز هي قبل كل شيء قصة رجل أراد السيطرة على العالم من خلال تكنولوجيا المعلومات، عالم قاس من دون حدود. ولد ستيف جوبز في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في 24 من فبراير عام 55. لم تكن بداية حياته جيدة، إذ تخلى عنه والداه البيولوجيان عند الولادة. كانت والدته تلميذة عزباء ووالده أستاذا يافعا من أصل سوري، فلم يتمكن من تربيته، وهكذا تبناه بول وكلارا جوبز، وهما ثنائي أمريكي متوسط المستوى لم يسبق لهما أن حظيا بفرصة للدراسة، لكنهما أرسلا ستيف إلى الجامعة. ترعرع ستيف شاب مع والديه بالتبني في جنوب سان فرانسيسكو في هذا البيت الصغير الذي يقع في قلب واد تكثر فيه أشجار التفاح، والذي سرعان ما أصبح معروفا باسم وادي السيليكون. ولكن هذا حصل لاحقاً. في ذلك الوقت كانت أجهزة الكمبيوتر في مراحل تطويرها الأولى. في المدرسة لم يكن ستيف تلميذاً ناجحاً، لكن كانت هناك مادة واحدة تثير حماسته وهي الإلكترونيات. كان هاوياً ومتحمساً وعاشقاً للإلكترونيات، ولكنه في الحقيقة لم يكن بارعاً في الأمور التكنولوجية. ربما لم يكن ستيف جوبز عبقرياً، لكنه اختار الأصدقاء المناسبين، بخاصة جاره ستيف ووزنياك الذي كان يكبره بخمس سنوات. لقد تشاركا عشق الإلكترونيات، لكن بفارق واحد، كان ستيف ووزنياك فعلاً فتى ذكياً. التقينا ستيف ووزنياك شريك جوبز السابق في منزله في مقاطعة جميلة في لوس جاتوس في كاليفورنيا. هو يذكر كيف كان يقضي ساعات في ابتكار أشياء وهو في سن صغيرة مصمما كل أنواع الأنظمة الإلكترونية. ها هي صديقتك. كنت ممتازا جدا. على مر السنوات طورت خدعا كانت في رأسي، خدع جميع الرقاقات مثلا. من الصعب تصديق كيف فعلت ذلك. لا يمكن أن أخبر شخصا آخر أو أوصل شخصا آخر إلى تطوير ما أفعله. فعلت ذلك لأنني حاولت لسنوات أن أقوم بعمل أفضل وأفضل من دون قراءة أي كتاب عن كيفية فعل ذلك. ما زالت إنجازات ستيف ووزنياك السابقة تدهشه، وله الحق في ذلك، إذ لطالما كان متقدماً وعبقرياً حتى. بدأ يقرأ في سن الثالثة، وفي سن السابعة صنع مذيعه الخاص. في سن 13 كان قد أصبح يعرف الكثير عن الإلكترونيات. أنتج اختراعاً تلو الآخر خلال سنوات مراهقته، وأروعها هو الصندوق الأزرق، أول هاتف يمكن استخدامه لإجراء اتصالات هاتفية غير محدودة حول العالم مجاناً. نضع هذه النغمات في الهاتف فيبدأ إيقاف الخطوط الأرضية، ومن ثم إجراء اتصالات هاتفية مجاناً. إن نظام الهاتف والمعدات تبدأ بوصلك بالأرقام في كل مكان من دون فواتير.
عمل الهاتف بشكل ممتاز، لكن تبين أنه غير مشروع، فلم يتمكن ووزنياك من فعل شيء به. بعد بضع سنوات اخترع آلة المستقبل، هذا الصندوق الخشبي المصنوع من أي مواد توافرت لوزنياك. بدأ أشبه بلعبة، ومع ذلك إنه أول كمبيوتر شخصي في التاريخ. على الرغم من شكله الذي يجعله يبدو منزلي الصنع، إلا أنه كان ثورياً. حدث ذلك في سنة 76، حيث كانت أجهزة الكمبيوتر لا تزال تبدو هكذا، ماكينة ضخمة من دون لوحة مفاتيح ومن دون شاشة، ولا يزال الفرق شاسعاً بينها وبين أجهزة الكمبيوتر المنزلية التي نعرفها اليوم. مقارنة مع هذه الآلة الضخمة، فإن نسخة ستيف ووزنياك شكلت تطوراً مذهلاً، لكن كالعادة لم يفهم النطاق الكامل لاختراعه إلى أن عرضه على أصدقائه، وتحديداً ستيف جوبز. أحضرت طاولة ووضعت تلفازي وكمبيوتري وكنت أعمل على التصميم وعرضت ما لدي. بدأ الناس يتجمعون حولي وكانوا مندهشين جدا. كان لدي بعض الرفاقات وكان لوح صغير عبارة عن الكمبيوتر كله. بالنسبة إلى ستيف جوبز، الآلة هي وحي. انطلاقا من تلك النقطة كانت على باله فكرة واحدة فقط، تسويق الكمبيوتر. يتذكر ووزنياك العزم المطلق لصديقه الذي كان حينها في 21 من العمر. لم تخطر ببالنا فكرة بيعه. عندما قال ستيف جوبز هيا نبيعه، قلت قد لا نستعيد أموالنا، فقال لا بأس، سيصبح لدينا شركتنا. وكان ستيف جوبز قد فكر في التفصيل الصغير الذي سيحدث كل الفرق. ابتكر اسم كمبيوترات أبل، ويا له من اسم مدهش. أبل، التفاحة. بغض النظر عن مصدر تلك الفكرة، كان ستيف جوبز متأثراً بحركة الهيبيز، بالإضافة إلى تأثره برحلة صوفية قام بها إلى الهند. في بداية السبعينيات كان ستيف يطمح إلى مثل الجيل الذي أراد تغيير العالم. الحركات الاحتجاجية والموسيقى والمخدرات، لقد جربها كلها. وللاحتفال التقت مجموعة من أصدقائه في مزرعة وكانوا يأكلون التفاح. يتذكر دان كوتكي ذلك جيدا. كنت أنا وستيف وصديقتي وأصدقاء آخرون لنا قد بقينا في تلك المزرعة. كان هناك بستان تفاح وقضينا الوقت نحصد التفاح، وبما أننا كنا نقتات على الفواكه كنا نتناول التفاح. مستوحياً من حركة الهيبيز وتكريماً للسير إسحاق نيوتن الذي اكتشف الجاذبية، بعدما وقعت تفاحة على رأسه اختار ستيف جوبز التفاحة شعاراً له. أما القدمة على الجهة اليمنى فهي لكي لا يظنها أحد حبة طماطم. كل ما يحتاج إليه المدير الهيبي الآن هو إيجاد بعض الزبائن المهتمين بهذا الكمبيوتر الثوري الذي يحمل اسم أبل وان. على الفور استلم جوبز طلبيته الأولى، 100 وحدة من متجر بايت شوب، واحد من أوائل المتاجر المتخصصة بأجهزة الكمبيوتر والذي افتتح لطوه في وادي السيليكون. كاتب سيرة حياة جوبز أوين لينزماير يتذكر فن البيع الاستثنائي الذي أظهره ستيف جوبز على الرغم من صورته الهيبية. ها هو الفتى، فتى هيبي، سار باللحية منتعلاً الصندل ومرتدياً سروالاً قصيراً، دخل وطلب ضمان لـ30 يوماً لشراء قطع بقيمة $4,000 لصنع كمبيوتر غير مثبت في صناعة غير مثبتة. لم يكن هناك من صناعة كمبيوترات صغيرة، ولم يكن هناك كمبيوتر شخصي، كانت مجرد أحلام. عندما أعلن ستيف لشريكه عن أول عملية بيع، لم يصدق ووزنياك ذلك، بخاصة وأنه لم يصنع أي كمبيوتر بعد. حصل على طلبية لصنع كمبيوترات كاملة مقابل $500 لكل كمبيوتر، أي سيحصل مقابل 100 كمبيوتر على $50,000. كان هذا يساوي ضعف مجموع راتب السنوي، كان رقما هائلا. بعد الحصول على $50,000 الأولى، كان لا يزال عليهما تصنيع أجهزة الكمبيوتر، وقد فعل ذلك بما توفر من موارد. لقد استعان بصديقهما من سنوات الحركة الهيبية دان كوتكي، الذي أصبح أول موظف في شركة أبل. بعد 29 عاماً يأخذنا دان كوتكي إلى مكان عمله الأول. هذه كوبرتينو، كدنا نصل، وهنا كريس درايف. الأمر يستحق هذه الرحلة، فأولى أكبر شركة في العالم تأسست هنا، في منزل شريك ستيف جوبز، في منزل الوالدين. هنا بقيت في صيف عام 76، بدأنا تصنيع كمبيوترات أبل في غرفة شقيقة ستيف، وهي في الجزء الخلفي من المنزل، لكن بعدها انتقلنا إلى غرفة الجلوس. في الواقع صممنا كمبيوتر الأبل وان على طاولة القهوة في غرفة الجلوس، وبعد ذلك نقلته إلى المرأب.
عمل دان أشهراً عدة في مرأبه الذي أصبح منذ ذلك الحين معلماً أمريكياً أسطورياً. ليس دان بارعاً في التصنيع، وبالتأكيد ليس عبقرياً في الكمبيوتر وكذلك جوبز، لكنه عين دان للقيام باللحام مقابل $3.25 في الساعة. لم أكن أعرف شيئاً عن أجهزة الكمبيوتر، لذا كنت أحاول أن أتعلم بمفردي. كان لدى ستيف وستيف خطة كاملة، ولم يكن لدي أدنى فكرة عما كانا يفعلانه، لذا كنت أحاول المساعدة فحسب. بدأ المديران الهيبيان يصنعان منتجاتهما في مرأب، وبالتالي كانت خطوة أبل الأولى غريبة قليلاً. لكن الكمبيوتر أبل وان لقى قبولاً مهماً، وخلال بضعة أشهر باعت الشركة ما يزيد عن 200 وحدة. هذا ليس سيئاً بالنسبة إلى جهاز ما زال حتى الآن الأفضل في تكنولوجيا المعلومات. يبدو جهاز أبل وان أساسياً قليلاً، وقد بيع من دون شاشة حتى. هذا يعني أن على مستخدميه وصله بشاشة تلفاز بأنفسهم. تشغيله يتطلب مهارات في الكمبيوتر والتركيب. لا يمكن اعتبار أبل وان كمبيوتراً شخصياً، والسبب أن على من يشتريه أن يكون تقنياً. عليه أن يعرف كيفية وصل الأسلاك وفقاً للرسم البياني على الورقة. يجب أن يتعلم المرء كيفية وصل جهاز المراقبة والحصول على إشارة لتلفازه، كما يجب أن يتعلم كيفية شراء بعض المحولات لمد الكمبيوتر بالتيار الكهربائي، وأن يعرف من سيشتريه كيفية تصنيعه. سرعان ما أدرك ستيف جوبز أن الزبائن هم فقط الخبراء بأجهزة الكمبيوتر، وبالتالي هذا ليس كافياً. كان طموحه بيع أجهزة الكمبيوتر إلى الناس، لذا طلب من ووزنياك تعديل اختراعه وجعل له سهل الاستعمال لجميع الناس. بشر ووزنياك العمل، وأثمرت جهوده ولادة اختراع آخر بعد بضعة أسابيع، أبل 2. ما هو موجود هنا هو النظام الشفري الذي كان موجوداً في أبل 2 والذي جعله يعمل. كل هذه الشفرات من دون أي شوائب. إذن أنت فخور بنفسك. لا أعرف كيف فعلت ذلك، لن أفعل هذا من جديد. نعم، أنا فخور بما كان عليه. لم يعرف ووزنياك ولا جوبز كيف فعلا هذا، لكن لديهما شيء غير موجود لدى الآخرين وهو الرؤية. أولاً، للأمر علاقة كبيرة بالتصميم. لم يعد أبل 2 وكأنه مصنوع في المنزل، بل أصبح مغطاً بغلاف بلاستيكي ويأتي بجهاز لمراقبة الصورة التلفزيونية ومشغل أقراص، وأصبح الطلب على هذه الآلة عالياً. كان أبل 2 ثورياً، إذ كان أول كمبيوتر يحمل كل مواصفات الكمبيوتر الحالية. كان كمبيوتراً جاهزاً للاستعمال، كان فعلاً جهاز المستهلك. ما يجب فعله الآن هو إقناع العائلات الأمريكية باقتناء هذا المنتج المستقبلي في بيوتها. ولدى جوبز الجواب على ذلك، الإعلان. هذه هي الحملة الأولى. يعرض أبل 2 في قلب الحياة العائلية. من بيته في إمكان مالكه أن يتفقد حصصه في سوق الأسهم. في أواخر السبعينيات كان هذا لا يزال يعتبر خيالاً علمياً. وهنا تكمن عبقرية ستيف جوبز. لقد أدخل التكنولوجيا إلى حياتنا اليومية وقبل 20 سنة من عصر الإنترنت، وهو أول من تخيل منتجات بسيطة وعملية ومسلية ستغير حياة الناس. إنه عام 70، عين المهندس الشاب أندي هيرتسفيلد لتوه من قبل جوبز. يذكر أندي نجاح الكمبيوتر الجديد المدهش منذ لحظة عرضه للبيع. بيع 1000 كمبيوتر في الشهر كانت ضربة ممتازة لأبل. كانوا مسرورين لبيع 1000 كمبيوتر في الشهر عام 78. يقف المؤسسان بفخر في هذه الصورة التي ستراها الأجيال المقبلة. في بداية الثمانينيات أصبحت مغامرتهما قصة نجاح. بعد 4 سنوات فقط من الانطلاق في مرأب، أصبحت الشركة الصغيرة شركة بارزة في وادي سيليكون. غزا أبل 2 أمريكا. تم بيع 300,000 وحدة، والآن هو يستخدم في المدارس. بدأ التلامذة في المدارس الأمريكية يتعلمون استعمال الكمبيوتر على جهاز أبل 2. في أواخر الثمانينيات أصبحت الشركة مدرجة في سوق الأسهم. ارتفعت أسهم أبل البالغة قيمتها $5 مليون تقريبا خلال دقائق، وقفزت قيمة الشركة بنسبة 32% في اليوم الأول. لقد أصبحا ثريين، جوبز في 25 ووزنياك في 30. إن قيمة شركتهما تساوي $300 مليون. هذه سيارة ووزنياك البورش مع لوحة كتب عليها أبل 2. لم يكن لدي بيت خاص لي في حياتي، لم يكن لدي يوماً ما يكفي من المال،
لم أعتقد يوما أنني سأحظى بما يكفي من المال في حياتي لقضاء عطلة في هاواي. هكذا كان وضعي، وفجأة حصلت على كل شيء. نعم، كانت نعمة رائعة. لكن تدريجيا انسحب المخترع العبقري من الشركة، وفضل أن يكرس نفسه لعشقه، الجمع بين الاختراعات الغريبة أو حتى تنظيم حفلات موسيقية كبرى. والأهم أن كون ستيف جوبز شريكاً ليس بالأمر السهل، فهو لا يكتفي أبداً، إذ يريد السيطرة على كل شيء، كل شيء بالفعل. بالنسبة إلى جوبز، كانت المغامرة في بدايتها. هذا المدير الشاب الذي لم يسبق أن عاش أحد قبله مثل هذه البداية في التاريخ، أصبح محبوب وسائل الإعلام، اعتبر أيقونة جيل جديد، وظهر على أغلفة أشهر المجلات، وقد ضاع صيته في دول الأطلسي كلها. إليكم هذا التقرير الذي عرض عنه على التلفزيون الفرنسي في بداية الثمانينيات. الأمثلة المتبعة والأهداف المرجوة هي نفسها أهداف موظف أصبح مليوناراً بتأسيس شركته الخاصة. هذا ما حصل مع ستيف جوبز، مخترع كمبيوترات أبل الصغيرة. ظهر على غلاف مجلة تايم ماجازين في سن 27، كان يساوي مئات ملايين الدولارات. كان فعلاً بطلاً حضارياً في العشرينيات من العمر. ستيف جوبز الذي لم يكن متواضعاً أصلاً أصبح مصاباً بجنون العظمة. كان هدفه أن يصبح القائد المطلق لعالم تكنولوجيا المعلومات، ليس أقل من ذلك أبداً. إنه العام 81، كانت تسيطر في تلك الفترة على قطاع تكنولوجيا المعلومات شركة IBM، إحدى أكبر شركات المتعددة الجنسية في العالم. بعدد موظفيها البالغ 350,000، كانت تصنع معظم أنظمة أجهزة الكمبيوتر المركزية في العالم. لكن في تلك السنة قررت IBM أن تدخل سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر إطلاق IBM PC المستوحى من أبل 2. هل سيتمكن هذا المنافس الثقيل الوزن من الحد من تفوق أبل؟ كان رد جوبز وفريقه هو لا بالتأكيد. هرعنا إلى السوق وحصلنا على واحد وبدأنا تفكيكه على الفور، ثم بدأنا نضحك عندما رأينا مدى فقر تصميمه. نظر العاملون في أبل إلى كمبيوتر IBM وقالوا: ما هذه الآلة السخيفة؟ إنها لا تفعل شيئاً مثيراً للاهتمام، لم يتمتع بالمستوى العالي من الرسومات التي تمتع بها جهازنا، إنه لا يعمل بنظام تشغيل القرص مثل ما يفعل جهازنا، إنه لا يحمل النظام اللازم، إنه مجرد صندوق قبيح. لكن بالرغم من احتقار ستيف جوبز للكمبيوتر، إلا أن مبيعاته كانت جيدة، حتى إنه أكل من حصة أبل 2 في السوق، والفضل للأحرف الثلاثة. لكن ذلك الصندوق القبيح كان يحمل الأحرف الثلاثة IBM، وبالنسبة إلى الكثيرين كان IBM يعتبر رهاناً آمناً، وكانوا يفضلون شراء IBM على أي شيء آخر مهما كان المنافس جيداً. تألم كبرياء ستيف جوبز، فقرر أن يتصرف. مقتنعاً بتفوقه، أراد أن يسحق IBM. أصبح ذلك هوسه، ولكي يشن هذه الحرب قرر أن يستعين برجل أعمال، وليس أي رجل أعمال، بل جون سكالي، المدير التنفيذي لشركة بيبسي كولا، رجل حقق شهرته من خلال هزم منافس قوي كوكاكولا. تصدر اتحاد الرجلين عناوين الصحف، وخطتهما التي تقضي بالتفوق على IBM كانت عنوان مجلة بيزنس ويك. لم يكن لدى ستيف جوبز أي شكوك، وقد بدا ذلك جلياً. هكذا جذب ستيف جوبز جون سكالي إلى شركة أبل. قال له: هل تريد صنع مياه سكرية أم إنك تريد أن تحظى بفرصة لتغيير العالم؟ تغيير العالم، كانت تلك مهمة ستيف جوبز. كان عازماً على بذل قصارى جهوده لتحقيق ذلك مهما كان الثمن. كرس ستيف جوبز نفسه تماماً لمشروع كبير، وهو كمبيوتر متطور جداً سيسبق منافسه IBM ليخسر إلى الأبد. اسمه؟ ماكنتوش. ولكي يصممه فإنه بحاجة إلى دفان تام من فريق عمله. يجب أن يكون لدى مهندسي أبل النية للتضحية بكل شيء. بالنسبة إلى أندي هارتسفيلد، لم تكن ذكرياته كلها سعيدة. جاء إلي وقال: لدي خبر جيد لك، أنت تعمل مع ماك الآن. قلت له: عظيم، أعطني يوما لأنهي عملي على أبل 2 الذي كنت أقوم به. فأجاب: عن أي عمل تتحدث؟ ما هو أهم من العمل على ماكنتوش؟ فقلت له: مشروع يا أبل 2. فرد: هذا ليس جيدا على الإطلاق، ستبدأ العمل على ماكنتوش الآن. فقام بأخذ جهاز الأبل 2 وسحب القابس، ففقدت عندها كل ما كنت أعمل عليه.
ولم يتوقف هنا، بل أخذ الجهاز وسار به بعيداً. أخرج أقصى ما في موظفيه من قدرات، فمثلاً أحضر قمصاناً لفريق ماكنتوش كتب عليها 90 ساعة عمل في الأسبوع، وكم أحب ذلك. 90 ساعة عمل في الأسبوع بعد 3 سنوات على هذه الوتيرة السريعة، أصبح الماكنتوش جاهزاً أخيراً. تاريخ الإطلاق المقرر يناير عام 84، لكن هذا العام كان عنوان رواية لجورج أورويل، وهو كتاب ذو نظرة مستقبلية يشجب مجتمعاً شمولياً يسيطر عليه الدكتاتور بيج براذر. أراد ستيف جوبز أن يستخدم رسالته، فطلب من ريدلي سكوت تصوير إعلان. Let's show them why 1984 won't be like 1984. إنه يعرض حشوداً من الناس الشاحبين بلا تعابير يسيرون كالبشر الآليين نحو قاعة لسماع خطاب بيج براذر. كل هذا يناسب رؤية أبل للعالم. فمثلاً بيج براذر آي بي أم في ورطة، وأبل هم منقذو بيج براذر. لكن العبيد في الإعلان يمثلون كل الموظفين المحكوم عليهم باستخدام كمبيوترات آي بي أم في شركاتهم، بينما الرياضية الشابة المتمردة تمثل ماكنتوش. أرادوا تخليص الناس من ظلم أفكار عديدة وأمور مملة، وبدت أبل أنها سوف تقوم بإنقاذ الجميع. في 24 من يناير عام 84 ستقدم أبل الماكنتوش، وسترون لماذا لن يكون عام 84 كعام 84. السبب وراء عدم ظهور اسم ماكنتوش في هذا الإعلان هو أن ستيف جوبز أراد أن يكون الامتياز له وحده، وهو يقدم طفله إلى العالم كله. يتذكر هارتسفيلد يوم 24 من يناير عام 84، يوم إطلاق ماكنتوش. أمل أن تروا القاعة كما أراها، لقد جن جنون الجميع. في ذلك اليوم وأمام قاعة ملأة بالجمهور المندهش، قدم جوبز عرضه. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. في عرض أمريكي الأسلوب لإبراز بريقه وبريق ما اخترعه، بدأ يشرح التطور التكنولوجي الذي حققه، وهو جعل التفاعل مع الكمبيوتر بشرياً أكثر. على شاشة عملاقة اكتشفنا قدراته في الرسوم والخطوط البيانية. للمرة الأولى هناك كمبيوتر يسمح للناس بالرسم، وخلال الشرح رسم جوبز نفسه ليبدو مصاباً بجنون العظمة أكثر من أي وقت مضى. اصغوا فقط إلى ما جعل آلته تقول. الآن أريد منكم أن تجلسوا وتصغوا بكل فخر. أقدم إليكم الرجل الذي كان كوالد لي، ستيف جوبز. بالكاد يستطيع ستيف جوبز إخفاء مشاعره، مقتنعا بأن طفله سيسحق آي بي أم ويصبح بالتأكيد سيد العالم. أرأيتم ذلك؟ كان يبكي. في 29 من العمر كان جوبز في ذروة مجده. الماك وشروحاته هي ضرب من العبقرية. إنه ليس بمخترع ولا بمهندس، ومع ذلك الماك هو اختراعه. إنه أول كمبيوتر شخصي في التاريخ، فقد سجل مبيعات ساحقة. وعلى الرغم من سعره الباهظ، إلا أن مبيعات ماكنتوش ارتفعت. سعر الكمبيوتر $2,500، أي ضعف سعر الكمبيوتر آي بي أم. حقق الماكنتوش نجاحاً هائلاً منذ البداية، أثار إعجاب مجموعة من الناس الذين لم يجدوا أن الكمبيوتر هو لهم كما كانت أبل تقول، بل هو لنا جميعاً. ما ميز الماك عن جميع منافسيه هو مدى ملائمته للمستخدم، فحتى الطفل في إمكانه استخدامه. كل هذا بفضل اختراعات ثورية مثل الفأرة.
الفأرة التي ظهرت بهذا الشكل كانت جديدة تماماً، وكذلك الأيقونات والقوائم والنوافذ التي ظهرت هنا على شاشة كمبيوتر للمرة الأولى. ما جعل كل ذلك ممكناً هو دماغ الماكنتوش، أي النظام الذي يشغله. إنه يسبق منافسيه بعشر سنوات. ستيف جوبز مقتنع بأن في إمكانه الوصول إلى القمة بمفرده ومن دون منافس، ومع ذلك كانت هناك عقبة. لقد أعمته معركته مع العملاق آي بي أم لدرجة أنه لم يرى أن هناك تهديداً آخر يلوح في الأفق، اسمه بيل جيت، فتى بارع بالكمبيوتر. إنه بعمر 29 عاماً، وبالتالي هو بعمر ستيف جوبز نفسه، وهو أيضاً أسس شركته الخاصة في عمر صغير جداً واسمها مايكروسوفت. لكن في تلك السنة كانت شركته لا تزال متوسطة الحجم. لم تكن مايكروسوفت الشركة العملاقة التي نعرفها اليوم، بل كانت أصغر من شركة أبل في ذلك الوقت. بخلاف أبل لم تصنع مايكروسوفت أجهزة الكمبيوتر، بل صنعت تطبيقات وحسب، كما أنها تصنع الأنظمة المشغلة لها. لكن بيل جيتس مندهش بالنظام الذي يشغل الماكنتوش، حتى إنه صرح عن ذلك علناً. إن ابتكار أي معيار لا يعتبر أمراً سهلاً، هو يتطلب فكرة جديدة تأسر مخيلة الناس، والماكنتوش الآلة الوحيدة بين كل الآلات التي رأيت يتوافر فيها هذا المعيار. لم يتوقع أحد أن يكون لدى بيل جيتس مشروع في عقله، وهو كشف سر الماكنتوش. تحت اسم شركته الخاصة يريد صنع نظام بالتطور نفسه بنية بيعه لمنافسي أبل، لكن كيف سيفعل ذلك؟ لفترة من الزمن عمل بيل جيتس مع شركة أبل وزودها بالبرامج. في ذلك الوقت شعر مهندس الشركة بأنه لا داعي للحذر من هذا المزود الصغير، وقد استغله هذا الواقع من خلال معرفة المزيد عن نظام ماكنتوش. أذكر جيداً أول مرة أتحنا لبيل جيتس رؤية جهاز ماكنتوش، لقد جعلناه يرى مستقبله في تلك اللحظة. لكن استغرق الأمر بعض الوقت لكي تدرك أبل الواقع، مع أن فضول بيل جيتس كان يزداد أكثر وأكثر. كل ما في ماكنتوش أدهشه، طرح العديد من الأسئلة، لدرجة أن ستيف جوبز فاجأه ذات يوم وهو في نقاش عميق مع أندي. كنت على وشك القول نعم في إمكانك حتى أن تفعل ذلك في الأبل 2، حينها شعر ستيف بما كنت على وشك قوله وصرخ أصمت من كل قلبه. لم أوحي إليه بأنني لم أفهم، ومع ذلك قالها مجدداً أصمت وبصوت أعلى. كان الجميع ينظرون إليه قائلين أخيراً فهم الرسالة. كان لدى جوبز كل الحق لكي يشعر بالقلق، لكن الأوان كان قد فات، فالضرر حصل. وقد حصل الانفجار بعد بضعة أشهر، وبما يشبه المعجزة تطورت أجهزة الكمبيوتر بشكل ملحوظ. أصبح فيها قائمة قابلة للتصفح وفأرة بفضل المايكروسوفت. كان بيل جيتس قد أطلق للتو نظامه التشغيلي الجديد، أي الويندوز، المستوحى مباشرة من دماغ الماكنتوش. عندما عرف ستيف بأمر الويندوز قال بما معناه أنه موجود، ثم أكمل: أريد أن يأتي بيل جيتس إلى هذا المكتب قبل مغيب الشمس، وذلك لأنه أراد أن يصرخ بوجهه. وعندما التقيا واجه ستيف بيل جيتس قائلا له: قلت إنك لن تنسخ الماك، أنت تنسخ الماك، لقد خنتنا، كيف نستمر بالعمل معك؟ كيف نثق بك؟ كان من الصعب الوقوف أمام ستيف وتحديه. في إمكانه أن يكون مقنعا جدا وقويا جدا، لكن أذكر أنني دهشت كثيرا لأن بيل جيتس لم يتنازل أبدا ووقف أمامه يبرر نفسه. هذا بالفعل ما حصل. قطع بيل جيتس علاقته به، وسرعان ما بدأ الويندوز يشغل معظم أجهزة الكمبيوتر في العالم بسعر منافس جداً. بالنسبة إلى أبل كانت تلك كارثة، انهارت مبيعات ماكنتوش خلال أسابيع، وبدأ حظ ستيف جوبز يتلاشى. فجأة وللمرة الأولى في تاريخهم بدأوا يقلقون بشأن ما قد يحصل للشركة، لأن الناس ما عادوا يشترون الماك. للخروج من هذه الأزمة برز جون سكالي،
أتذكرونه؟ الرجل الذي عينه ستيف جوبز قبل سنتين واتخذ تدبيراً لم يفكر أحد فيه. لقد طرد والد ماكنتوش مؤسس أبل التاريخي. بالنسبة إلى جوبز كانت تلك خيبة أمل رهيبة، وأبعد عن شركته في الثلاثين من العمر. ما حصل لم يخطر ببال أحد، ما حصل لا يمكن أن يتقبله أحد لأنه أساسي لهذا المكان. لم يكن ما حصل منطقياً على الإطلاق. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. Where are we going to? إنه عام 85، وقد فكر جوبز في ترك وادي سيليكون إلى الأبد والقيام بعمل آخر. لكنه مناضل. إنه رجل أعمال استثنائي، فأسس شركة جديدة لتكنولوجيا المعلومات اسمها نيكست، أي الشركة التي أتت بعد أبل. بعد ذلك بسنة اشترى استوديوهات بيكسار من جورج لوكاس، والتي كانت في ذلك الوقت مجرد شركة صغيرة تعنى بالمؤثرات الخاصة. أنتجت بيكسار أفلاماً مثل توي ستوري وفايندينج نيمو وإنكريدبلز، وهي أفلام أحدثت ثورة في عالم الرسوم المتحركة. مرة أخرى بدأ أن للرجل أسلوباً خاصاً. مرت السنوات وواصل ستيف جوبز تطوير تقنيات جديدة لتغيير العالم. التقيناه في عام 92 في مكتبه الجديد في وادي سيليكون، وكما سترون في ذلك الحين كان يتخيل بالفعل القرن الحادي والعشرين. What is my dream today? This is a very French question. I think computers are just in their infancy today. So maybe they've come this far in the last 30 years. Everyone having a computer isn't enough anymore. We have to have them start to work together to do some amazing things. ستيف جوبز برؤياه القوية كالعادة وفي 37 من العمر ما زال لديه الوقت لتحقيق كل ما في تفكيره. في تلك الفترة في منتصف التسعينيات حل بيل مكانه. شركته مايكروسوفت تسيطر بقبضة قوية على عالم تكنولوجيا المعلومات. إنها قوة اقتصادية هائلة وشركة ناجحة بفضل الاحتكار. ف97% من كمبيوترات العالم تستخدم نظام الويندوز. من ناحية أخرى ومنذ رحيل ستيف جوبز استمرت شركة أبل بالخسارة. الشركة بحاجة ماسة للتجديد، وانهارت حصتها في السوق لتصبح 3% فقط. في 5 فبراير عام 97 كتبت مجلة بيزنس ويك عنوان سقوط أيقونة أمريكية. كانت شركة أبل تسير نحو الزوال. في الواقع لقد شهدت عددا من القادة، لكن لم يكن أي منهم ناجحا. فقد الناس ثقتهم فيها، حتى الزبائن والمعجبون المخلصون بدأوا يتحولون إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر العادية. في ذلك الوقت كانت أبل قد عينت مديراً تنفيذياً جديداً يدعى جيلبرت أميليو. أراه جون سكالي عدو جوبز اللدود آلية العمل. قرر جيلبرت أن يخاطر بكل شيء ولعب ورقته الأخيرة، وأرسل وراء رجل اللحظة الأب الروحي لبدايات الشركة ورمز العصر الذهبي لشركة أبل ستيف جوبز. هو الآن في 42 من العمر، وكما هي الحال دائماً لديه مجموعة من الأفكار. إنه شهر أغسطس عام 97، وقع المؤسس على عودته بعرض هائل كما في الأيام الخوالي. منتظراً بحماسة من قبل الزبائن المخلصين للشركة، أعلن ستيف جوبز عن خطة إنقاذ لسحب أبل من حافة الهاوية. I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. الجمهور مندهش. I know. اعتقد البعض أنها مزحة، لكن جوبز جدي للغاية. Repeating history, I'm extremely proud of both companies that they have resolved these differences in a very, very professional way. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. إليكم ضيفه المميز، الرجل الذي خانه قبل بضع سنوات، بيل غيتس. صباح الخير. بالنسبة إلى الجمهور الذي يضحك، غيتس هو الخائن. بعض أكثر الأعمال إثارة قمت بها في حياتي كانت الأعمال التي أنجزتها مع ستيف في الماكنتوش.
قام العدوان بما لم يخطر ببال أحد، وقعا عقدا سريا وسويا خلافاتهما. أسقطت جوبز كل الدعاوى التي رفعها على غيتس والذي اتهمه فيها بنسخ جهازه الماكنتوش. في المقابل قام بيل بتزويد ستيف ببرامج لأجهزته، وقدم إليه شيكا بقيمة 150 مليون دولار. بدأ أنه عقد اتفاقا مع الشيطان، ولكن جوبز ينوي فعل أي شيء لرفع أبل من الهاوية. رفعها من الهاوية، لكن الأهم من ذلك إعادة إحياء الاسم، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك أفضل من جوبز، لأن أصوله وأسلحته الفتاكة هي المنتجات التي يبيعها. And so this is how we're going to re-enter the consumer market. استخدمت الألوان اللطيفة والزاهية لإعادة إطلاق ماكنتوش المتهاوية لجعلها تبدو أكثر جاذبية من ذلك الكمبيوتر الرمادي اللون الممل. إنها ليست سيئة من الناحية التقنية أيضا، لم يعد هناك برج ولا مشغل أقراص، بل مودم داخلي وواجهة سهلة الاستخدام حتى للأطفال، ووضع كل شيء في داخل الجهاز، وكل هذا بسعر مقبول يبلغ 1300 دولار. إنه يدعى الآي ماك. Because we want to be the computer company that makes the best and coolest computers in the world for you. ستيف جوبز الابن الضال حقق عودة منتصرة. طفله الجديد الآي ماك أعلن بداية عصر الإنترنت، وحققت أجهزة ستيف مبيعات ساحقة. عادت شركة أبل إلى عصرها الوردي. لكن أفكار ستيف جوبز في مكان آخر. لدى هذا الرجل بصيرة نافذة لا تصدق، أبعد من أجهزة الكمبيوتر وحسب. بعدما قامت بإرساء الديمقراطية في مجال المعلوماتية، أطلقت نفسها بجرأة في سوق التكنولوجيا الترفيهية. الموسيقى هي ملعبها الجديد، وقد ابتكر جوبز جهازاً صغيراً غريباً للاستماع إليه عام 2001. There he is, right there. It's called iPod. Coolest thing about iPod is that whole your entire music library fits in your pocket. Never before possible. بعد اختراع الماكنتوش أصبح هذا الاختراع الثوري الثاني من أبل، وأصبح الآيبود جهاز تشغيل الموسيقى الرقمي الصغير المحمول جهازاً مرغوباً جداً وظاهرة ثقافية حقيقية. لقد غير طريقتنا في الاستماع إلى الموسيقى. مرحباً. أهلاً. إننا نصور تقريراً للتلفزيون الفرنسي عن الآيبود. نعم. هل تحبين الآيبود الذي معك؟ سهل الاستخدام وأضع عليه موسيقاي وأستطيع أن أخذه أينما ذهبت. إنه أروع اختراع على الإطلاق. لماذا تحبه؟ أحب كل ما فيه. حقق الآيبود نجاحاً عالمياً، وسرعان ما أصبح مشغل الموسيقى الرقمية المحمول رقم واحد في العالم. باعت أبل 275 مليون جهازاً منه، ورافق الآيبود ما يعرف باسم آي تيونز والتي يبيعها ستيف جوبز على الإنترنت. وأيضاً حددت أبل الأسعار، 9.99 يورو للألبوم و99 سنتا لكل أغنية. أصبح يتحكم بالتالي بصناعة الموسيقى، كما صرح ميشيل دي سوزا المدير السابق لشركة تسجيلات كبرى. الجزء الذي لم نسيطر عليه على سبيل المثال هو أسعار مبيعات العامة. فرضت أبل سعر 9.99 يورو على الألبوم و99 سنتا على الأغنية الواحدة. لم نستطع تنظيم العمل وتقديم عرض مشترك. فرضت أبل سعرها البالغ 99 سنتاً، والذي أصبح مرجعاً في السوق اليوم. في الواقع الجميع رابح، لأن أبل تحول جزءاً من مبيعاتها على الإنترنت إلى شركة التسجيل بمعدل 60 سنتاً لكل أغنية. بفضل دليله بعد سنة من إطلاقه، وصلت مبيعات الآي تيونز إلى 50 مليون أغنية، ثم سجل 500 مليون أغنية في السنة التالية، وحوالى 10 مليارات أغنية اليوم. هذا ليس كل شيء،
لدى شركة أبل اختراعات ثورية أخرى في المسار نفسه، لكن حدوث أمر غير متوقع أثر في مسار الأحداث بعمق. ففي يونيو عام 2004 أعلن ستيف جوبز أنه مصاب بسرطان البنكرياس، وهو نوع خطير من أنواع السرطان، وأن أمله في الحياة ضعيف. لكن جوبز مناضل يعيش ليومه. في السنة التالية في شهر يونيو عام 2005 قدمت جامعة ستانفورد إلى جوبز الذي علم نفسه بنفسه دكتورة فخرية، وخاطب جوبز جمهورا مسحورا به وحدثهم عن الموت. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. نصح الطلاب بعدم ترك حياتهم تمر مرور الكرام وأن يسعوا لتحقيق أحلامهم. Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. إنه مبدأ اتبعه ستيف جوبز طوال حياته. لكن في 12 من يونيو عام 2005 عرف أن أيامه معدودة، وبالتالي زاد إحساسه بضرورة العمل أكثر من أي وقت مضى، لأن عمله على شهادة الماجستير لم ينتهي بعد. بعد أجهزة الكمبيوتر والموسيقى جاء الهاتف. في 9 يناير عام 2007 تفجرت قنبلة في عالم الهواتف المحمولة. A phone and an internet communicator. This is one device and we are calling it iPhone. في عرض مميز أطلق جوبز أعجوبته الأخيرة وهو يفكر في شيء واحد، أن يجعله مرجعا في مجال الهاتف المحمول، والأهم أن يجعل إطلاقه حدثا يتسبب بضجة كبيرة. فور إطلاقه سادت حالة من الهستيريا. في كل أنحاء العالم وقف الناس بالطوابير أمام المتاجر. كان الزبائن يلوحون بالآيفون كما لو كان جائزة. لم يسبق أن شهد عالم الهواتف الخلوية ما يحصل. خلال 3 سنوات باعت الأبل 75 مليون جهاز آيفون. بعدما تجددت ثقته بنفسه، استغل ستيف جوبز الفرصة لتجديد أحد منتجات أبل القديمة، شاشة تعمل باللمس تم الترويج لها في غيابه، لكنها فشلت تماماً. في ذلك الوقت في عام 93 ربما كانت الفكرة جيدة، لكن لم يصغي إليها المعلم. في شهر يناير عام 2010 قدم جوبز اختراعه الأكثر طموحاً حتى اليوم. بدا ضعيفاً بسبب مرضه، لكنه كالولد متحمس للعبة جديدة. للمرة الأولى يتساءل المتخصصون ما إذا كان ستيف جوبز لم يرتكب خطأً. شاهد أوليفييه فريغرار هذا العرض مباشرة على الإنترنت. إنه صحفي متخصص في تكنولوجيا المعلومات وقد تابع أبل لفترة طويلة، لكنه اليوم تراوده الشكوك. للمرة الأولى أبل تخاطر. لم يسبق أن اتخذت أخطاراً كبرى من قبل، بدت وكأنها تدخل أسواقاً موجودة. لقد أطلقوا الآيبود وكان أشبه بالوكمان وهم لم يخترعوه، ثم أطلقوا الآيفون. هذه المرة أطلقوا شيئاً جديداً، كمبيوتراً صغيراً بشاشة تعمل باللمس. كانت هناك منتجات مشابهة في السوق، ولكن بما أنه تنقصها هالة أبل فإنها لم تنجح أبداً. والأكثر من ذلك هو أين يمكن تصنيف هذا المنتج؟ إنه منتج هجين يجمع بين كمبيوتر محمول وهاتف محمول. لا يحمل منفذاً لنقل المعلومات، ولا مشغل أقراص DVD ولا كاميرا. وبالتالي الآيباد محير بالفعل. لكن ستيف جوبز لم تنتبه أي شكوك، ويبدو أن السبب هو أن الآيباد يعتبر نجاحاً بحد ذاته، كما أنه منجم ذهب للشركة، لأنه بغض النظر عن وظائفه الأصلية فإن الآيباد هو متجر على الإنترنت. يستطيع المرء أن يجد فيه 100,000 التطبيقات التي يمكن شراؤها، وطبعاً عند كل عملية شراء تأخذ أبل حصتها. وها نحن ندخل حقبة جديدة من تكنولوجيا المعلومات. من دون مبالغة شعرنا بأننا نشهد نقطة تحول مهمة في تاريخ تكنولوجيا المعلومات. ربما ما كنا نشهده هو زوال الكمبيوتر، والسبب هو توافر سلالة جديدة من المنتجات في متناول الجميع.
بإطلاق الماك والآي ماك والآيبود والآيفون والآيباد، تمكن ستيف جوبز من تحقيق جزء من أحلامه. هو الذي وعد بجعل الكمبيوتر سهل الاستخدام كمحمصة الخبز، ولابد أنه على الأقل فاز برهانه بجعل تكنولوجيا المعلومات جزءاً من حياتنا اليومية. كان هذا سبباً له للعيش لأكثر من 30 سنة، وبطريقة ما تمكن فعلاً من تغيير العالم. لم تنتهي القصة بعد، لكن ستيف جوبز اضطر إلى الخروج من السباق. في 2 مارس عام 2011 قدم عرضه الأخير أمام جمهور متعاطف جداً. ثم في 24 أغسطس، ومتعباً بسبب المرض، قرر أن يتنحى جانباً وأن يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل. بعدما واجه الموت لفترة طويلة، عاش كل يوم كما لو كان الأخير في حياته. وبلا شك لهذا السبب كانت سنواته الأخيرة في أبل إبداعية جداً. ثم في 5 أكتوبر عام 2011 نال منه الموت. أبل، إحدى أغنى الشركات في العالم، أصبحت يتيمة. You've got a great hands-on area and I'd really encourage you go get your hands on one of these things. You won't believe it. Thank you very much.